هي الثانية بالمناسبة، الأولى كانت 2017 والفارق كان أكثر من 10 ملايين صوت، 65% فاز فيها إيمانويل ماكرون أو أكثر، والبقية كانت من نصيب لوبين. الحظوظ أو استطلاعات الرأي في هذه المنافسة أيضا جمانة تقول بأن هنالك نسب متقاربة مع تقليص الفارق مقارنة بالدورة أو بالانتخابات الماضية السابقة عام 2017. لوبين تقترب من منافسها ماكرون عمليا بتقليص فارق النقاط. بطبيعة الحال هنالك عدة عوامل جمانة لعبت بهذا الدور. الهامش أو العامل الاقتصادي كان أهم عامل، وهو ما عادة يعتمد عليه المتنافسون أو المترشحون في الانتخابات. ضعف القدرة الشرائية عند المواطن الفرنسي، هذا ما لعبت عليه لوبين في محاولة لتدمير آخر أوراق أو البرنامج الانتخابي لإيمانويل ماكرون عندما قارنته بالعام 2017. كيف كان هنالك وعود، كيف أن القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي كانت قد تراجعت. أيضا هنالك حديث عن أن الوضع التحركات أو قرارات إيمانويل ماكرون التي كانت تخص الجالية العربية أو الفرنسيون من أصول عربية وإسلامية، قانون الانفصالية، أيضا إلغاء المجلس الإسلامي وإنشاء هيئة إسلامية لتدريب الأئمة، كل هذا ساهم أيضا في مراجعة بعض الأقلية المسلمة أو العربية التي تشكل عمليا 10% من الناخبين في فرنسا أو 10% من المواطنين في فرنسا. أيضا هذا قد يجعل إيمانويل ماكرون أضعف في المنافسة أمام لوبين، خاصة وأن أيضا في حال لم يتمكن المترشح الاشتراكي من أن يتقدم ويفوز ويتقدم إلى الدورة الثانية، فإن 21% ممن سيصوتون الاشتراكيين عمليا سينتقلون للتصويت للوبين، خاصة وأنها تلعب على ورقة الوضع الاقتصادي أو المعيشي بالنسبة للفرنسيين. جمانة